نعم، ما رأيك أستاذ عبد الكريم؟ هل يعني الجزائر تبقى في هذه الدبلوماسية في حين أن هذه الدول أقرب للجزائر؟ لماذا تذهب حكومات هذه الدول لأقاصي الدنيا إلى روسيا وغيرها، تأتي بميليشيات لتدعم أمنها، فيما الجزائر وهو جوار كبير، دولة كبيرة وقوية وجيشها قوي، لماذا لا تدعم الجزائر هذه الدول في تثبيت استقرارها مثلاً؟ أظن بلي الجزائر عندها تراث قديم بعدم التدخل في السياسات الداخلية للدول المجاورة أو أي دول في العالم. لا أظن أن يوجد دولة من الدول المجاورة للجزائر سوف تطلب مساعدة مسلحة من الجزائر، لأن الجزائر في ثقافتها. إذا لماذا تسكت الجزائر على المساعدة المسلحة التي تطلبها هذه الدول من روسيا؟ هذه دول مستقلة ودول عندها سيادة تحاضر، لأن الجزائر لا تستطيع أن تتدخل في هذه الدول لأنها تطلب مساعدة من علان وفلان. يعني ماذا أريد أن أقول أنا في هذه النقطة؟ هذه أن هذه القرارات حاليا في الجزائر، أتكلم أنا عن مالي والنيجر، مالي والنيجر عنده الدولة تاعو، عنده النظام تاعو، عنده العسكر تاعو، عنده الجيش تاعو، ربي يسهل عليه كما نقولوا. هل في الجزائر هذه القرارات التي تتأخذ حاليا بالتقرب من الدولة الفلانية أو من الدولة الفلانية، هذه القرارات هل هي تتخذ في إطار سياسة معينة في الجزائر وهي سياسة شعبوية، يعني لتضغير فقط لأننا نعادي فرنسا لأنها فرنسا، أو لأننا نعادي أوروبا لأنها أوروبا، بدون نظرة استراتيجية جغرافية ندخل انفيرونمون ايميديال، محيطنا ديريكت. هل هذه القرارات ماخوذه بهذا النوع من العاطفيه كما قلت من قبل؟ نعم. القرارات حاليا التي تؤخذ في الجزائر انا نشوف فيها يوجد كثير من القرارات يعني على الاطار هذا يعني التقرب من الدول والابتعاد من دول اخرى، لكي استعمل فقط هذه المصطلحات، لا شخصيا ونحن يعني لا نرى باللي هذه القرارات تؤخذ على بدراسه منطقيه وبمنطق، انها تؤخذ بطريقه شعبويه لارضاء نعم. فكر في داخل الجزائر. هذا هو التخوف تاعنا حاليا، هل توجد نظره استراتيجيه بعيده المدى في هذه القرارات الماخوذه حاليا؟ هل من اليوم من اليوم على 10 سنوات، هل تقرب الجزائر من روسيا وتقرب الجزائر من الصين في الحاله الاستراتيجيه، في الحاله يعني العالميه، في لي دوني اكتويل كيسكي سباس جيو استراتيجيا حاليا، هل هذا التقرب في صالح الجزائر على 5 سنوات 10 سنوات؟ وما هي اجابتك؟ ما هي المتوقع منك؟ هل هي فعلا هذا في صالح الجزائر؟ لا اظن ان في صالح الجزائر ان تبتعد من جغرافيتها من نطاقها الجغرافي، لا اظن ان صار في صالح الجزائر ان تبتعد من المحيط من البحر الابيض المتوسط، من محيط البحر الابيض المتوسط، لا اظن ان الجزائر في صالحها ان تبتعد من افريقيا، لا اظن ان في الجزائر في صالحها ان تبتعد من المغرب العربي، لا اظن ان كلام واضح دكتور.